إلى قاتل. لو تأملت وجه الضحية وفكرت، كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز، كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك. ما هكذا تستعاد الهوية إلى قاتل آخر. لو تركت الجنين 30 يوما إذا لتغيرت الاحتمالات. لو تركت الجنين 30 يوما إذا لتغيرت الاحتمالات. قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك الرضيع زمان الحصار، فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم، وقد يقعان معا في شباك الغرام، وقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة. ماذا فعلت إذن؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة، فماذا فعلت بأسرتك الشاردة؟ وكيف أصبت 3 حمائم بالطلقة الواحدة؟